لكن الحرص على دعوة الكابتن حسن حمدي، يعني ايه اللي بيخلي مجلس إدارة دايما دايما يفكر في ان رمز كبير زي الكابتن حسن حمدي ان هو يكون موجود ويتم توجيه الدعوة ليه؟ يعني النادي الأهلي دايما يعني تعلمنا ان رموز النادي الأهلي بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، وتعلمنا ازاي ان احنا المفروض نحترم رموزنا وازاي نقدر رموزنا وازاي ان هم بنتعلم منهم حتى وهم مش موجودين. تمام. كابتن حسن انا يعني شرفت ان انا اكون معاه في مجلس ادارة 5 سنين، هو رئيس المجلس وانا معاه كعضو مجلس ادارة، وتعلمت منه كتير، واعتقد ان عدد كبير من اللي موجودين معايا في المجلس اتشرف بنفس ان هو يزامل الكابتن حسن وهو رئيس للمجلس. كابتن حسن رمز مش بس المجلس الإدارة، كابتن حسن رمز النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، وكلنا احنا اتعلمنا وكبرنا على ان احنا ازاي نحافظ على رموزنا. تمام. وازاي رموزنا لهم قيمة كبيرة جدا عندنا. كابتن حسن هو يعني قيمة كبيرة جدا ورمز من رموز النادي الأهلي اللي بنتشرف بوجوده معانا في اي ايفنت بيتعمل في النادي الاهلي. طيب دي حاجه اكيد مهمه، لكن في نفس الوقت عايز اسال على الفصل ما بين نشوه الفرحه بالفوز على نادي الزمالك والتاهل السوبر جلوب في كاس العالم للانديه في السعوديه والفوز ببطوله السوبر افريقي، والتحدي التالي على طول اللي خلال ايام قليله واللي ابتدى النهارده بطوله كاس الكؤوس. ازاي قدرتوا انتوا تتكلموا بخلاف طبعا الجهاز الفني بخصوص مدى أهمية الاستمرار في حصد الألقاب وتأدية الأداء المميز بالنسبة للاعبي كرة اليد في النادي الأهلي؟ بص، أي حد بيلعب للنادي الأهلي بيبقى عارف إن النادي الأهلي ما عندوش حاجة غير إنه لازم يكسب بطولات. وكل ما بنخش أي بطولة بنبقى إحنا لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني اللي بيشتغل في النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكل اللي عاملين عارفين إن مادام دخلت البطولة أنت داخل عشان تكسب البطولة. مظبوط. هما الـ يعني زي ما بيقولوا كده، ايه بقى في دمنا كده كلنا، ان انت بتخلص البطوله وعارف ان لسه في وراها. انت النادي الاهلي لا يكتفي، يعني احنا لا نكتفي من البطولات، ما عندناش عشان كسبنا بطوله فاحنا اكتفينا. الحمد لله عملنا نتيجه، طبعا الحمد لله على كل شيء. انا اقصد يعني مش بنكتفي دوت، لا دايما عندنا طموح. وكل لعيبه النادي الاهلي ومن ينتمي للنادي الاهلي عنده طموح ان هو يكسب بطوله ورا بطوله ورا بطوله. فاللعيبه تعودت على دوت، شافوا على مدار السنين اللي فاتت كل الاجيال اللي فاتت بيكسبوا بطوله وتاني يوم على طول يبقى عندهم بطوله وراها ويخش البطوله ويبتدي يموت نفسه تاني رغم انه تعبان ولسه مخلص، ويبتدي البطوله برده عشان يكسب ويخلصها ينقل على بطوله تانيه. انت زي ما انت شايف النادي الاهلي الحمد لله في الكوره النهارده احنا عندنا بنلعب في الدوري، بنلعب في الكاس، بنلعب في البطوله الافريقيه، كان عندنا السوبر، وكل البطولات الحمد لله.